دكتورة طالب. طيب موضوعنا اليوم رح نحكي فيه عن ديزيز اسمه الاوستيوبوروسيس. الاوستيوبوروسيس بالعربي هو عبارة عن مرض هشاشة العظم، تمام؟ بس إذا أنا بدي أعرفه بشكل دقيق أكثر أو أعطيه medical definition، رح يتعرف as bone disorder characterized by low bone density, impaired bone architecture and compromised bone strength that predisposes a person to increase fracture risk. فالديفينيشن موضح لي كريتيريا معينة لازم تكون موجودة بالبون عشان يعتبر انه عندي disorder موجود. اوكي، اول فاكتور لازم يكون في عندي low bone density. شو يعني low bone density؟ يعني البون هو الميجر ريزرفوار مينلي للكالسيوم، معروف. فيه another minerals. فالبون structure هو يعني compromised of certain minerals، موجودة مفروض تكون بكميات معينة عشان يكون عندي healthy bone. بالأشخاص اللي بيكون عندهم osteoporosis هاي المينراليزيشن بتكون أقل من الطبيعي. طبعاً لما يكون في عندي reduction بالمينرال in my bones راح بيختلف عندي structure of the cells، كيف ترتيب هاي السيلز، قوة العظم لتحمل الأوزان، لتحمل certain type of trauma. فبالتالي لما يصير في عندي impairment of bone architecture و decrease in bone strength أكيد الشخص راح يكون معرض ل fracture. وأنا دائماً بيكون هدفي سواء كان مريضي healthy أو كان مريضي عنده low mineralization أو مريضي عنده عن جد osteoporosis، يعني mineralization موصلة لمرحلة إنه صار عن جد عنده osteoporosis، بهمني كتير إني ما أوصل لمرحلة الفراكتر. والفراكتر لازم يكون إلها كريتيريا معينة عشان تكون correlated لمرض osteoporosis. إذا بتنتبهوا على الفجر اللي موجود قدامكم ونقارن part A من الفجر مع part B، راح بتلاقوا إنه الفراغات ما بين السيلز، الدنسيتي للبون، السترينث اوف ذا بون بالبارت بي من الفيجر كتير اقل من بارت اي، فمبين انه قوه العظم راح بتكون قليله، فبالتالي تعرضي للفراكتشر او تعرض هذا المريض للفراكتشر راح بيكون اكثر. طيب مرض الاوستيوبوروسيس خلينا نعرف من هلا انه هو اي سيمتوماتيك ديزيز، ما بينعرف إلا يجولي إذا المريض وصل لمرحلة الفراكتشر أو إنه المريض يعني عمل هيك جنرال تشيك أب، فبالتالي يعرف إنه هو عنده osteoporosis. عشان هيك الجايدلاين عمل عندي specification ل certain risk factors that are highly associated with osteoporosis disease. شو هم هدول الrisk factors؟ الريسك فاكتورز ممكن انه احنا نقسمهم ل ريسك فاكتور يعني خلينا نحكي نون موديفايبل، ما بقدر اني انا اعمل فيهم اي موديفيكيشن. ريسك فاكتور بياثروا على البون هيلث بشكل يعني دايركت، وعندي ريسك فاكتور بيزيدوا الريسك اوف فول، عندي انه الواحد انه يوقع فبالتالي بيتعرض ل فراكتشر من بسبب السقوط. هلا شو هم الريسك فاكتور اللي فيني اعتبرهم نون موديفايبل؟ زي مثلا الجندر، الفيميلز معرضين اكثر من الميلز للاوستيوبوروسيس. العمر، كل ما الواحد كبر بالعمر كل ما كان الريزوربشن عنده اكثر من البيلد اب اوف ذا بون هيلث ان بون هيلث. برضه سيرتن ريسز اور اثنيسيتي، فاميلي هيستوري برضه ممكن اعتبرها نون موديفايبل ريسك فاكتور، especially لما نحكي هون عن مرض الاوستيوبوروسيس عم نحكي عن الفيرست ريليتيف ديجري اللي هم الاب والام، تمام. هلا another risk factor اللي هم الاشخاص اللي بيكون عندهم low bone mineral density. طب كيف؟ ما هلا احنا حكينا انه من بالتعريف من خصائص الاوستيوبوروسيس انه بيكون في عندي low mineralization. بموضوع low bone mineral density إنه هو as a risk factor of osteoporosis، هون بيكون مريضي بمرحلة بتسبق مرحلة الاوستيوبوروسيس اللي بنسميها osteo
سيتوبينيا، زي فكرة مثلا الدي ام وبري دي ام، هايبرتنشن وبري هايبرتنشن، نفس الفكرة. ففي عندي برضو بمرض الاوستيوبروسيس مرحلة ممكن تكون موجودة قبل ما يوصل مريض الى موضوع او ديزيز الاوستيوبروسيس اللي هي الاوستيوبينيا. هلا رح نشوف شو هي الكرايتيريا وكيف بيكون مريض بيتصنف انه هو اوستيوبينيك نوت اوستيوبروسيس. هلا اذا كان الشخص عنده نفسه، يعني المريض نفسه عنده ريسك فاكتور فور فراجيليتي فراكتشر، عنده سوري هيستوري اوف فراجيليتي فراكتشر، معناته الفراكتشر لازم يكون او بيطلقوا عليه اللي بيكون له علاقه بالاوستيوبروسيس فراجيليتي فراكتشر، او ممكن يكون له مصطلح ثاني اسمه اتروماتيك فراكتشر. اتروماتيك فراكتشر او فراجيليتي فراكتشر كنايه عن ايش؟ انه المريض ممكن بتعرض ل لو تروما، يعني ضربة جدا خفيفة، بالناس الطبيعيين المفروض انها ما تعمل عندي كسر، بس هو صار عنده كسر. تمام؟ الشخص ممكن ما تعرض ولا لأي بريشر ولا لأي تروما وصار عنده كسور، فهاي وقتها احنا بنسمي الفراكتشر فراجيليتي فراكتشر او اتروماتيك فراكتشر. يعني مو واحد وقع من الطابق الثاني انكسر، وقتها هون احنا بنحكي انه المريض صار عنده هذا الفراكتشر اللي صار عنده بسبب الاوستيوبروسيس. ما هو اكيد وقع يعني من طول كتير عالي، فاكيد رح بيصير في عندي كسر لانه البريشر ممكن يضر بصحة البون. تمام؟ فموضوع القوة الضربة او الريسك فاكتور اللي عمل عندي الفراكتشر كتير مهم، فبيطلق عليه either fragility او atraumatic fracture. برضه الأشخاص اللي عندهم low body weight، إذا بدنا نعرف كيف مريضي إنه هو low body weight عن طريق body mass index أو بما معناه هم underweight بيكونوا، برضه بيكونوا at risk for osteoporosis. الفيميلز اللي بيفوتوا بمرحلة المينوبوز prematurely، يعني على عمر أقل من 45 سنة، بيفقدوا هرمون الاستروجين بوقت مبكر، فبالتالي بتأثر صحة العظم. والاستروجين من أهم الهرمونز اللي وجودهم بيدعم البون هيلث. برضه ممكن الشخص يكون عنده another diseases that are highly correlated with osteoporosis، ويعتبر الاوستيوبروسيس بهاي الحالة secondary in type. زي إيش؟ أشهر الأمراض اللي هو rheumatoid arthritis، روماتيزم. ممكن كمان رينال انسفشنسي يكون له علاقة، لأنه بحالات السيفير كرونيك كيدني ديزيز ممكن يصير في عندي disturbances بالليفل فوسفورس والكالسيوم، فبالتالي بيتعرضوا لأوستيوبروسيس. برضه السيفير هيباتيك ديزيز ممكن تكون برضه من السكندري كوزز. مرض السي او بي دي برضه يعتبر من السكندري كوزز فور اوستيوبروسيس. الهايبرثايرويدزم، الهايبر باراثايرويدزم برضه لهم علاقه بالاوستيوبروسيس as a secondary causes of the disease. من اشهر الادويه اللي برضه دائما معروف انه لها علاقه بالاوستيوبروسيس اللي هو الجلوكوكورتيكويد. الاورال يوز اور سيستميك يوز اوف جلوكوكورتيكويد، سواء مريض currently is a user of glucocorticoid or has a history of glucocorticoid use of more than 3 months or more of glucocorticoid use سواء حاليا او in the past يعتبر برضو risk factor. Some studies برضو بيحكوا عن topical glucocorticoid ممكن يكون لها risk. تمام؟ topical يعني زي الانهاليشن، برضو في suggestion تحكي انه في لها علاقة مع الاوستيوبروسيس. وsome guidelines بتخلي انه لازم نعطي كالسيوم وفيتامين دي as a prevention. برضو الباد هابتس such as cigarette smoking in any quantity طبعا ممكن تعمل عندي osteoporosis. وبرضو الالكوهول انتيك، هون عم نحكي عن excessive alcohol intake. low calcium، الفيتامين دي insufficiency or deficiency، low physical activity، وفي عنا انواع معينة من الphysical activity بتحسن من البون هيلث. في عنا risk factors بيأثروا على، يعني بيزيدوا risk of fall، زي مثلا الشخص اللي عنده مشاكل بعيونه impaired vision، عم بياخد أدوية بتعمل hallucination، عم بياخد أدوية ما بيخلي قادر إنه يعمل full determination للcondition بشكل 100%، فبالتالي بيزيد عنده risk للفول، وبالتالي يتعرض للفراكتشر. أوكي؟
هلا غير هدول الريسك فاكتورز في عندي certain type medications highly associated with osteoporosis موجودين عندكم in two slides. مطلوب منكم تعرفوا الأدوية اللي عليها بوكس أحمر اللي هو دواء الفراشاميد, الجلوكوكورتيكويد زي ما ذكرنا من شوي, عندنا البروتون بامب انهبيتر برضه اللونج يوز او المينتيننس يوز اوف بروتون بامب انهبيتر, وبرضه الثايوزيلدين دايونز سيتش از البايجلتازون والريزيكلتازون برضه ممكن يكونوا ريسك فاكتور فور اوستيوبروسيس. ممكن نعتبر الاكسسيف يوز اوف ثايرويد هرمون, يعني لمرحله انه مريضي صار انكنترولد فات بمرحله هايبر ثايرويدزم, اكيد راح يكون عندي ذا سيم افكت از الهايبر ثايرويدزم از ا ديزيز. وبرضه ممكن الفيتامين A toxicity برضه تعتبر من risk factor for osteoporosis. اللي بده يستزيد أكثر بالميكانيزم of pathophysiology للأدوية هاي كيف تعمل عندي osteoporosis, موجود عندكم explanation على الجهة اليمين. هلا إذا بدنا نحكي عن clinical presentation, وزي ما ذكرت قبل ما أحكي عن risk factor, مرضى osteoporosis they are asymptomatic usually. بيكون عند هون احنا عم نحكي عن ادلت, تمام. هلا ادلت الدرلي ما عم نحكي عن تشيلدرن, اكيد لما يكون تشايلد عنده لو مينرالايزيشن اكيد رح بيشكي من سيمبتومز. هلا الاي سيمبتوماتيك بيشنتس هدول متى بينعرف انه عندهم اوستيوبروسيس؟ زي ما ذكرت من شوي لما يصير في عندهم فراكتشر او لما يعملوا جنرال تشيك اب. هلا الفراكتشر سيمبتوم mainly مرضى بيكونوا هدول in severe pain, وإذا كانت بـ sites البون يعني bone sites مهمة جدا للfunction زي مثلا لما نحكي عن wrist عن forearm وقتها أكيد راح بتأثر على الfunctional capability لمريضي وممكن يؤدي لـ immobility. هلأ برضو الأشخاص هدول اللي بيكون عندهم history of fracture بيصيروا isolated, يعني ممكن في منهم بيبطلوا يكونوا involvement بالdaily life activity لأنهم بيخافوا إنه يصير عندهم recurrent history of a fracture, فهم من حالهم بيبطلوا cooperative, بيصيروا isolated, بيصير في عندهم slow self-esteem, ممكن يفوتوا in severe conditions بحالات depression, تمام. فطبعا مش كل الاشخاص, على حسب نفسيه الشخص وعلى حسب الهيستوري والاكسبيرينس اللي مرق فيها ديورينج هيز اور هير بريفيوس فراكتشر. في نقطه كمان مهمه نحكيها عن الفراكتشر اللي بيكون موجود بالسباين, الفيرتبرال فراكتشر. هلا يجولي هذا بيكون موجود بالالدرلي انديفيدوال, ودائما الكبار بالعمر بيكون عندهم باك بين. باك بين هلا هذا الباك بين ممكن يكون سببه فراكتشر, فيرتبرال فراكتشر, والمريض يجولي دائما ظهره بوجعه. ايش دائما بيحكوا لنا؟ ختيرنا بسبب العمر. ف ممكن هذا الباك بين اللي هو بيشكي منه هو بسبب فراكتشر موجود. يجولي البين ممكن السيفيريتي له تتدرج من المايل تو مودريت تو سيفير, بس على الاغلب بيكون ويل توليريتد لدرجه انه الشخص نفسه بيلجا للنون ستيرويد الانتي انفلاماتوري دراجز عشان يعمل ريليفينج للبين بدون ما يرجع للدكتور. يجوبل الديوريشن اوف ذس بين بتكون ما بين اسبوعين لاربع اسابيع, فباول خلينا نحكي يومين ثلاثه اربعه بيكون السيفيريتي اوف بين خلينا نحكي سيفير مايل تو مودريت سوري تو سيفير, بعدين مع الوقت بيصير عندي مايلد باك بين لحد ما يصير في عندي هيلينج للفراكتشر. الاشخاص اللي بيكون عندهم فريكوينت او ريكيرنت باك بين يعني بيكون اسبوعين اول ثلاث ايام الاسبوعين عندهم سيفير بين, مثلا خلصوا الاسبوعين بيرجعوا مره ثانيه بترجع لهم السيفيريتي اوف باك بين ترجع اكثر واكثر, بيكونوا فاتوا بفراكتشر ثاني اوكي, وهم مو عارفين ودائما عندهم التفكير انه بسبب العمر كبروا بالعمر عشان هيك بصير في عندهم باك بين, وممكن الباك بين يكون سببه سباين فراكتشر. هاي نقطه مهمه حبيت اوضح لكم اياها واذكرها. طيب ما عندي مناط specific symptoms أقدر إني أنا أعرف مريضي قبل ما يوصل لمرحلة fracture, فأنا mainly بعتمد على وجود risk factors. هلأ بالنسبة للsigns المرضى ممكن يكون في عندهم signs ممكن تكون attributed للosteoporosis such as shortened stature. إحنا بنعرف إحنا على عمر معين سواء كنا ميل أو كنا فيميل بيثبت طولنا, يعني بتذكر بالفسيولوجي بس أخذت المادة يعني بالجامعة
دكتورنا قال لنا الفيميلز عمر ال 18 طول بيثبت والفي سوري الفيميلز عمر ال 18 الطول بيثبت عندهم والميلز عمر ال 20 تقريبا من ال 18 لل 20 سنه. فهذا الطول اللي دائما بيكون موجود وبس حدا يسالنا قد ايه طولكم بيكون هو هذا الطول متر 70 متر 75 وتفر. هلا الاشخاص بيكونوا عارفين طولهم، فاذا قاسوا طولهم مره ثانيه ولقوا انه في عندهم ريدكشن بهذا الطول بمقدار اكثر من انش ونص اي ما يعادل اكثر من 3.81 سنتيمتر، وقتها ممكن يكون الشورتنينج اللي صاير عندهم بسبب الاوستيوبروسيس. هلا ممكن الاشخاص يكون في عندهم كايفوسيس وممكن يكون عندهم لوردوسيس. شو هم الكايفوسيس وشو هم اللوردوسيس؟ موجودين عندكم بهذا الكورسز يعني احكي يا هيام انه الحدبه بتنحني للخارج الكيفوسيس. يس الكيفوسيس اللي هي الحدبه، وفي كثير ناس بنشوفهم بيكون عندهم كيفوسيس. اللوردوسيس بيكون الانحناء داخلي، ممكن ياثر تاثر الفيرتبرا دخولها على الابدومينال ستراكشر. اوكي فبالسيفير كونديشن ممكن الناس اللي عندهم كايفوسيس يكون في عندهم مشكله بالريسبيريشن، وممكن الاشخاص اللي عندهم لوردوسيس يكون عندهم دائما كونستيبيشن اوكي بسبب هذا الانحناء. اوكي طيب كيف بدي اعمل دايجنوستس؟ شو هي الجولد ستاندرد دايجنوستيك تولز لمرض الاوستيوبروسيس؟ لازم يعملوا الأشخاص هدول دكسة. شو هو الدكسة؟ هو تصوير إشعاعي بطريقة معينة بيقيس عندي المينراليزيشن of the bone بسايتس معينة. أوكي؟ بيسموه الدكسة. وعندي نوعين من الدكسة، عندي سنترال دكسة وعندي بريفيرال دكسة. للدياجنوسيس مينلي بيعتمدوا السنترال دكسة. فالدكسة هو الجولد ستاندرد دياجنوستيك تولز فور اوستيوبروسيس ديزيز. طيب معقول اللاب داتا والبلد سامبل ما إلها أي رول؟ أكيد في عندي لستة من الفحوصات ممكن أنا أعملها. هدول الفحوصات مش عشان يعطوني دياجنوسيس إنه مريضي عنده أوستيوبروسيس أو لا، هدول عشان أفتش على السكندري كوزز اللي ممكن تكون سبب الأوستيوبروسيس وأحسن من الهيلينج لمريضي عن طريق تحكمي بالمرض بالأمراض اللي عاملة عندي الأوستيوبروسيس. يعني ممكن أطلب فحص التي اس اتش عشان أتأكد إنه مريضي ما عنده هايبرثايروديزم، ممكن أطلب فحص البي تي اتش عشان أتأكد إنه مريضي ما عنده هايبرثايروديزم، أطلب فحص الفيتامين دي، الكالسيوم، الفوسفورس، الهيباتيك إنزيمز، أي فحص أو أي مرض أو أي سكندري كوز ممكن يكون هو contributed للأوستيوبروسيس موجودين عندكم هون. طبعا ممكن ينطلب سيرم كرياتينين البيو أن كونه رينال إنسفشنسي إلها علاقة بالأوستيوبروسيس as a secondary cause. هلأ بالبلد سامبل ممكن إنه ينطلب مجموعة من الفحوصات تسمى bone turnover markers. bone turnover markers شو هم هدول الماركرز؟ هم عبارة عن إنزيمات. هدول الانزيمات بيكونوا موجودين بزيادة بالأشخاص اللي عندهم ريزوربتيف عالي، يعني أبنورمال بشكل أبنورمال. فممكن أنهم يساعدوا بالفولو أب أكثر من الدياجنوسيس، بس في لهم مشاكل أنهم انزيمات. إحنا بنعرف أنه الانزيمز نتائجهم بيتأثروا بالإكسترنال أو الانفيرومنتال فاكتور اللي بيكون المريض نفسه عايش فيها. يعني كيف؟ يعني الإنزيمز الأكتيفيتي لإلهم مش وحدة خلال الـ 24 ساعة. فعشان أعمل مقارنات ما بين هدول الإنزيمز لازم كل مرة مريض يجي يفحص بنفس الساعة بنفس الساعة مرات. وكمان الإنزيمز ممكن يتأثروا بنوع الدايت، ممكن يتأثروا بالفيزيكال اكتيفيتي. ففي عندي كتير variabilities ممكن تخلي نتيجة الفحص unreliable وغير ممكن اني اعمل comparison for follow up. فعشان هيك هو مش محبب 100% انه يستخدم for follow up. اوكي هاي هي اللي بدي اياكم تعرفوا عن هدول البون تيرن اوفر انزيمز. هلا في عندي فحوصات ثانيه غير السنترال ديكسا مثلا
إشعاع عادي سمبل إكس راي عادي. ممكن برضه يعني الاكسبرت فيزيشن بيقدروا يعرفوا انه مريضي في عنده مشكله بالمينراليزيشن، وممكن الاشخاص يبلشوا يتشخصوا باوستيوبروسيس بس من سامبل اكس راي بيكون الدكتور انتبه انه في عندي مينراليزيشن قليل. تمام. طيب قلنا سنترال ديكسا هي الجولد ستاندرد دايجنوستيك تولز، حكيت لكم هي هاي السنترال ديكسا بتعطيني قد ايه مريضي في عنده mineralization in certain types of bone. تمام. فبيعطيني المفروض ارقام، هاي الارقام بتقارن مريضي اللي موجود قدامي اللي نعمل له السنترال ديكسا مع مجموعه من الاشخاص، بتشوفوا قد ايه هو بعيد عن هدول المجموعه او عن هاي الجروب اللي هي بتكون healthy، اللي هي بتكون gender match و race match، لأنه الريسك بيختلف من male و female وبيختلف according to races. تمام؟ فهي أنا بدي أقارن أو أنا بدي أشوف قدي مريضي بعيد standard deviation، يعني قدي مريضي بعيد عن normal healthy individual. فبيطلع عندي قيمة، هاي القيمة اسمها T-score. إذا كان مريض التي سكور عنده أكثر من أو يساوي سالب واحد، هذا المريض بيكون نورمال، يعني لا عنده أوستيوبروسيس ولا عنده أوستيوبينيا. إذا كان المريض التي سكور ما بين سالب واحد لسالب اثنين ونص، هذا المريض بيكون عنده لو مينراليزيشن ومنسميها أوستيوبينيا. إذا كان مريضي عنده التي سكور أقل من أو يساوي سالب اثنين ونص، هذا المريض بيكون عنده osteoporosis. في عندي تصنيف أكتر اللي هو يعني تصنيف تاني كمان osteoporosis وsevere osteoporosis، اللي هم الأشخاص اللي بيكون عندهم fracture وقتها بيسموهم إنهم عندهم severe osteoporosis. أنا ما بدي تعرفوا لي هاد osteoporosis أو severe osteoporosis، بس بكفي تعرفوا normal osteopenia وosteoporosis. أوكي. فمطلوب منكم تكونوا عارفين t-score value وهو وين مريضي، normal osteopenia or osteoporosis. طيب هلا الشخص اللي بيكون موجود قدامي ممكن يكون بواحد من 3 category، يا اما normal بس هو عنده risk factor لا osteoporosis والosteopenia، او ممكن هذا الشخص يكون osteopenic، او ممكن هذا الشخص يكون osteoporotic. تمام. هلا على حسب مريضي والكلينيكال برزنتيشن اللي موجود قدامي انا بعطي المانجمنت المناسبه. هلا اذا كان المريض نورمال يعني ما عنده لا اوستيوبينيا ولا اوستيوبروسيس بس هو عنده ريسك فاكتور سواء كان إلدرلي او كان ادلت، المفروض انه احنا من واحنا صغار يكون في عندنا هيلثي بون لايف ستايل. هيلثي بون لايف ستايل هلا رح نحكي عنها كمان شوي، الهدف منها إني أنا أعمل prevention لحدوث الأوستيوبروسيس. إذا كان مريضي عنده أوستيوبينيا أو أوستيوبروسيس without a fracture، بيكون هدفي إني أعطي treatment، هاي التريتمنت تزيد عندي من المينراليزيشن عشان تمنع عندي حدوث الfracture. إذا مريضي كان عنده أوستيوبروسيس ووصل لمرحلة الfracture، بيكون هدفي حالياً إني أنا أعمل healing للفراكتر whatever كانت البروسيجر، عن طريق surgery، عن طريق الجبس، شو ما كانت البروسيجر بده ينعمل healing للفراكتر عشان نحسن الـ quality of life والـ functional capacity لمريضي. بالإضافة إنه أنا لازم أرفع المينراليزيشن عند هذا المريض عشان ما يتكرر الفراكتر مرة تانية. أوكي؟ فالهدف أو الـ goal of therapy will change depend on the stage تبع مريضي، هل هو normal، هل هو osteopenia or osteoporosis، أو مريضي عنده a fracture. هلأ مهم كتير تعرفوا اسم الـ guideline اللي إحنا بندرسه، لأنه في عندي كتير guidelines وفي اختلافات ما بيناتهم، سواء مين أعمل لهم monitoring، شو هم risk factors، شو هي treatment options، في عندي اختلافات بيناتهم. إحنا معتمدين National Osteoporosis Foundation NOF to treat osteoporosis. هلأ NOF recommend considering of a prescription therapy بمين؟ مين هم الأشخاص اللي بيكونوا candidate to use treatment dose of drugs؟
any post menopausal female or woman or man age 50 years of age or older presenting with one of the following. إذا كان الشخص عنده hip or vertebral fracture أكيد بده يأخذ a treatment. إذا كان مريضي التيسكور بيعطيه أو بيحطه بخانة إنه هو osteoporosis يعني سالب 2.5 أو أقل. إذا كان مريضي بنحط according to T-score بخانة الأوستيوبينيا يعني T-score ما بين سالب 1 لسالب 2.5 بس لما حسبنا له قدي فرصة حدوث الأوستيوبروسيس خلال 10 سنين لقدام طلع عنده أكثر من 3% in hip site وأكثر من 20% in other major osteoporosis prosthetic sites. بنسمي الاسسمنت تول هي فراكس اسسمنت تول. فراكس اسسمنت تول فكرتها مثل فكره الاثيروسكليروسيس كارديوفاسكولار ديزيز بيقيس لي قد ايه ل 10 سنين صايره راح ممكن او احتماليه يصير عند مريضي مثلا بحاله الفراكس سكور اوستيوبروسيس اور فراكتشر osteoporotic fracture مثلا بالاثيروسكليروسيس كارديوفاسكولار ديزيز قد ايه احتمال يصير في عنده ام اي او انجينا. نفس الفكره فبهدول الثلاث حالات I have to treat patients with medications. هذا السلايد بيوضح لي الفراكس assessment tool. هو فكرته بسيطة جدا. مجموعة من الأسئلة age, sex, weight, height عشان يحسبوا body mass index لأنه the underweight والobese individuals they carry risk for osteoporosis. إذا كان مدخن excessive alcohol consumption بيستخدم الجلوكوكورتيكويد يعني في عندي specific questions بيدخلها المريض وبيطلع عندي هون بالبوكس الأحمر قد ايه فرصة يصير في عنده major osteoporosis fracture وقد ايه عنده فرصة يصير في عنده hip fracture فبيطلع عندي percentage وأنا بقرر شو البروسيجر المناسبة هل بده ياخد treatment dose أو prevention dose. هذا الفيجر بيلخص عندكم the proper use of medications أو كيف أنا أعمل the treatment protocol على حسب the criteria. هلا ركزوا معي شوي هون بالجهة الشمال رح نبلش نقرأ من الجهة الشمال بيحكي لنا هذا البوكس إنه المريض عنده actual fracture تمام؟ لما يكون عنده actual osteoporotic fracture لازم ياخذ التريتمنت اكيد. طب التريتمنت تيبس او ستيبس عباره عن ايش؟ اول شيء لازم افتش هل مريضي عنده سكندري فاكتورز سكندري كوزز فور الاوستيوبروسيس اللي ذكرناهم من شوي. ثاني خطوه اللي هو لازم اعمل كونسلنج ريجاردينج الهيلثي بون لايف ستايل اللي هي بما معناها نون فارماكولوجيكال ثيرابي وكثير مهم النون فارماكولوجيكال ثيرابي ان اوبتمايزيشن للتريتمنت افيكاسي. ثالث خطوه كل مرضى اللي بيكونوا عندهم فراكتشر او اتريسك يكون يصير عندهم اوستيوبروسيس لازم ياخذوا كالسيوم اند فيتامين دي تمام كالسيوم اند فيتامين دي. المرضى لازم ياخذوا التريتمنت باي فارماكولوجيكال ثيرابي وفي عندي فيرست لاين ايجنت الترناتيف اور سكند لاين ايجنت ولاست اوبشن اوكي. طيب اذا كان مريضي ما عنده فراكتشر بس عنده ريسك فاكتور عنده ريسك فاكتور فور اوستيوبروسيس ايش بدي اعمل؟ بدي اشيك على البون هيلث كيف؟ عن طريق السنترال ديكسا. سنترال ديكسا بالمقابل رح تعطيني قيمة التي سكور. إذا كانت التي سكور أعلى من أو يساوي سالب 1 هذا المريض نورمال. إذا كانت من سالب 1.1 لسالب 2.4 هذا المريض أوستيوبينيا. بشرط لما عملنا الفراكس سكور أو أسسمنت للمريض طلع عندي الهيب فراكتشر ريسك أقل من 3% والميجر أوستيوبروتيك ريسك أقل من 20%. إذا كان مريضي عنده osteoporosis يعني بيكون التي سكور أقل من أو يساوي سالب 2.5 أو مريضي عنده osteopenia بس عنده الفراكس سكور أعلى من 3% للهيب سايت
for fracture وأعلى من 20% for other major osteoporotic fracture. فهون وقتها مريضي لازم ياخذ التريتمنت بروتوكول. هلا إذا كان المريض نورمال أكيد ما بده لا prevention ولا بده treatment، بده بس healthy lifestyle وبده كالسيوم وفيتامين دي وخلص. إذا كان مريضي at risk يصير عنده osteoporosis هون لازم ياخذ prevention dose من المديكيشن، طبعا بالإضافة للهيلثي لايف ستايل واستخدام الكالسيوم and الفيتامين دي. إذا كان مريضي عنده osteoporosis without fracture أو at risk يصير في عنده fracture خلال 10 سنوات، بده يتعامل زي كأنه مريض عنده actual fracture اللي هو بده ياخد treatment dose من المديكيشن على حسب first line alternative or last line agent. أوكي؟ هلأ آخر معلومة من هذا الفيجر اللي هي الفولو أب، يعني هو مريض يا إما عنده المرض أو أتريسك إنه يكون عنده المرض لأنه بيكون عنده ريسك فاكتر. فالفريكوانسي أوف فولو أب بالنسبة لمريض عنده فراكتر أو أوستيبوريتك أو أوستيبوروسيس مش قبل السنة، لأنه الأدوية ما رح تبين تأثيرها على السنترال ديكسا قبل السنة. أوكي؟ فchanges in mineralization على central dixa ما بيبين قبل السنة، فمن سنة لسنتين بيكون الفولو أب إذا كان المريض عم بياخد المديكيشن. إذا كان مريضي نورمال بس عنده risk factor for osteoporosis بيكون الفولو أب خلال يعني بعد 5 سنوات عن طريق central dixa. إذا كان مريضي osteopenia الفولو أب بيكون من 2 لـ5 سنوات. أوكي؟ وإذا ما كان عنده فراكتر برضو بنفس الطريقة خلال سنة لسنتين ببين تأثير الميديكيشن على المينراليزيشن on central dixa. إذا كان المريض بده إشي أسرع ممكن يلجأ للإنزيمز البون turnover إنزيمز بتأثروا أو بتغيروا by الميديكيشن خلال 2 لـ3 شهور. طيب شو هم من non-pharmacological treatment اللي ممكن الشخص يستخدم يعني ينحكى له يعملهم؟ أول إشي to stop alcohol consumption بس إذا كان الموضوع صعب moderation of alcohol consumption. أوكي؟ بالنسبة للكافيين لازم يكون في عندي reduction بالكافيين intake أقل من 2 كوب باليوم. وطبعا الكافيين percentage بتختلف على نوع إذا كنا كافي أو تي، ونوع الكافي برضو ممكن يختلف عندي نسبة وجود الكافيين. برضو الفيزيكال اكتيفيتي ممكن ان هي تعتبر من الاشياء الجدا مهمه فور بون هيلث. طبعا الفيزيكال اكتيفيتي ممكن انها تكون بتساعد الشخص انه يحافظ على البالانس تمام والكوردينيشن. ممكن تكون الفيزيكال اكتيفيتي دايركتلي يعني تايلرد للبون هيلث. من اشهر او من اكثر الفيزيكال اكتيفيتي اللي بتدعم صحه العظم اللي هي صعود الدرج، طلعت الدرج ونزولها، هذا إشي كتير مفيد بالنسبة للبون هيلث. وكمان برضو الدانسينج يعتبر من الأشياء الهيلثي للبون هيلث. طبعاً السموكينج سيسيشن is very important لأنه بأي quantity of smoking بيزيد عندي risk of osteoporosis. برضو عشان الفيتامين دي كتير مهم، موضوع sunlight exposure وبرضه الكالسيوم سبليمنت they are very important. اوكي طيب احنا عادنا نحكي انه في عندنا first line agent و alternative و last line، بس شو هم هدول الايجنت؟ طبعا كل الاشخاص لازم ياخذوا كالسيوم وفيتامين دي. الكالسيوم وفيتامين دي بس مو بس لانهم سبليمنت، لا لهم anti resorptive action. بالإضافة للكالسيوم وفيتامين دي الفيرست لاين ايجنتس اللي ممكن احنا نبلش فيهم اللي هو الالندرونيت، الريزدرونيت، زيلدرونيك اسيد. او ممكن نختار من جروب تانية اللي هو الدينوسومات تمام. فالالندرونيت الريزدرونيت والزيلدرونيك اسيد هم من نفس الجروب اللي هي بنسميها البيسفوسفونيت جروب. أو ممكن في عندي agent من group تانية اللي هو rank ligand inhibitor اللي هو الدينوسومات. هلأ شو هم الـ alternative agent؟ الإباندرونيت، التريبيريتايد، والرالوكسيفين.
اللي هو استروجين اجونست انتاجونست. طيب الايبادرونيت اسمه زي كانه من نفس مجموعه الريزودرونيت والالندرونيت بس هو الترناتيف ايجنت. ليش هو الترناتيف ايجنت؟ لانه الافيكاسي لإله ان ريدوسينج ريسك اوف فراكتشر وانكريزينج المينراليزيشن يعتبر اقل مقارنه بالاذر ايجنتس from the same group اللي هي البيسفوسفونات، عشان هيك هو موجود بالسكند لاين ايجنتس. فانتبهوا انه الايباندرونات صحيح بيسفوسفونات هو يعتبر الترناتيف ايجنت. التريبيريتايد برضه يعتبر الترناتيف ايجنت، مش لانه فيري ويك، بالعكس هو فيري افكتيف، بس لانه هو ريلاتيفلي نيو كوستلي، خلينا نحكي واسوشيتد وذ سايد افكت اند ريسك، عشان هيك هو يعتبر alternative. اخر option ممكن الشخص يستخدمه اللي هو الكالسيتونين. الكالسيتونين هو very poor very weak in efficacy. في بعض الجايدلاين اصلا مش موجود عندها as a treatment option، بس in our guideline هو NOF موجود عندي الكالسيتونين as a last line agent، بس هو very very weak وفي دول سحبته من عندها مش موجود ابدا. هلا بالنسبه للايجنتس تصنيفاتهم according to their action، كل الايجنتس اللي بقدر اني انا استخدمهم لهم anti resorptive agent action sorry، while بس التريبيريتايد له anabolic therapy، يعني هدول بيمنعوا الهدم والتريبيريتايد بيبني بس هيك. طبعا لهم specific mechanism of action وcertain receptors بيشتغلوا عليها. في عندنا هون 3 slides تقريبا بيوضح لي تفاصيل المديكيشنز as doses. هلا هون عندنا الكالسيوم وعندنا فيتامين دي. الكالسيوم لازم الجرعه تكون 1200 ملغ. الفيتامين دي اذا كان مريضي نورمال ما عنده ديفشنسي ولا انسفشنسي ياخذ من 800 ل 1000 انترناشونال يونت. اوكي، اما اذا كان عنده مشاكل ديفشنسي اور انسفشنسي لازم ياخذ التريتمنت دوز تو ريفرس الكونديشن. الجروب اللي كثير مهمه بالنسبه لنا اللي هي البيسفوسفونات، هم الاندرونات ايبادرونات اللي هو الالترناتيف وريزودرونات وزيلادرونيك اسيد. خلينا نشوف شويه معلومات عن هدول الميديكيشنز. مثلا نشوف انه مثلا في عندنا جرعات مخصصه للتريتمنت وجرعات بنستخدمها اذا كان هذا في بريفنشن. اوكي، في عندنا كمان different frequency of use، يعني في عندي مثلا من الالندرونات daily dose وفي عندنا weekly dose، ومثلا عندنا من الايبادرونات monthly dose وعندنا منه parenteral كل 3 شهور مره. اوكي quaternary. عندنا مثلا هون ريزودرونات عندنا daily dose وعندنا weekly dose وعندنا monthly dose. بالنسبه للزيلادرونيك اسيد عندنا الجرعه بتكون مره بالسنه، بياخذوا IV infusion مره في السنة. ففي عندي variability بالfrequency of administration. طبعا بهاي الطريقة الadherence للmedication بيكون كتير أحسن، especially إنه البيسفوسفونات في إله طريقة معينة للadministration. مين بيعرف شو كيف أو شو هم الcounseling tips اللي لازم نحكيهم للمريض اللي بياخد البيسفوسفونات؟ كيف؟ ما حدا بيعرف ترى انه لازم مثلا انه يكتب مع مي المي، انه لازم يكون المي بول مغلية مثلا هاي الشيء. اوكي طيب، وكمان مزبوط، وكمان مثلا اذا نسي مثلا اذا كان الحبه مثلا اسبوعي اذا نسي جرعه معه 24 ساعه حتى يرجع ياخذها، اما اذا كان شهري كمان معه اسبوع حتى يرجع ياخذها، واذا ما اخذها خلص تروح للشهر اللي بعده او الاسبوع اللي بعده. اوكي طيب، so far good. طيب هلا البيسفوسفونات يعني بدي تفهموا الكونسلنج ليش هيك بيكون بهاي الطريقه. البيسفوسفونات فيه مشكلتين. اول مشكله انه الابزوربشن لإله very weak، تمام؟ الابزوربشن very weak، يعني باحسن الظروف ممكن ما يتجاوز ال 10%. ف
فأنا بدي أعمل ظروف مناسبة للبيسفوسفونات إنه الأبزوربشن يكون له أعلى ما يمكن. المشكلة الثانية إنه صوتك بعيد يا هيا، إنه لحتى نعمل امتصاص عالي بنقسم الجرعة على مرتين مثلا الدول. لا لا طيب الشغلة الثانية، المشكلة الثانية بالبيسفوسفونات اللي هي السايد افكت، الاورال روت اوف ادمنستريشن من البيسفوسفونات بيعملوا عندي زيادة بالجي اي تي ألسر، بيعملوا عندي ألسريشن بالجي اي تي ميكوزا. ومرقت معنا بلعب البيبتيك ألسر ديزيز، بتتذكروا انه استخدام مثلا انسيد مع البيسفوسفونات بيزيد عندي ريسك اوف انسيد، كان واحدة من الريسك فاكتور للانسيد انديوس بيبتيك ألسر ديزيز فور اكزامبل. ف لازم اعطي كانسلينج تيبس، اعمل مينيمايزيشن للسايد افكت بلس لازم اعمل كانسلينج تيبس عشان احسن من الامتصاص. هلا عشان احسن من الامتصاص لازم ياخذ المريض اول ما يصحى من النوم على الريق بين الادمنستريشن تايم ووجبه الاكل اتليست يكون من نص ساعه لساعه، تمام؟ من نص ساعه لساعه. هلا بدي ياخذ حبه الدواء مع يعني فلويد، هذا الفلويد لازم ما يكون لا شاي ولا عصير ولا كوفي ولا اي شيء ولا حتى مي عاديه، لازم تكون بلين ووتر. بلين ووتر شو يعني بلين ووتر؟ مي مغليه ومبرده عشان نخفف من المينرالز اللي موجوده عندي انسايد ذس ووتر. اوكي، فبهدول الطريقتين احنا بنكون عملنا as much as possible maximization ل absorption of bisphosphonate. هلا عشان نقلل من السايد افكت شو لازم نعمل؟ لازم نحكي للمريض مش هو اخذ الجرعه وقعد نص ساعه على ساعه بدون اكل يضل in upright position ما بين نص ساعه لساعه. ليش؟ لانه الجي اي تي ميوكوزا ulceration highly associated with the contact time. يعني كل ما زاد التلامس ما بين البيسفوسفونات وما بين الميديكيشن كل ما زاد عندي فرصة حدوث الألسر. فأنا لازم أنصح مريضي يضل بأبرايت بوزيشن من نص ساعة لساعة عشان أقلل من الكونتاكت تايم، لأنه الاي في روت اوف ادمنستريشن من الزولدرينيك أسيد ما في أسوسيشن ما بينه وما بين الألسريشن. أوكي، فهدول هم أهم الأشياء اللي لازم نحكيها للمريض. النقطة الثالثة اللي لازم نحكيها للمريض اللي بحالة الميسينج دوز، إذا كان مريضي عم بياخد الديلي دوز ونسيها خلاص سكيب ذا دوز. إذا كان مريضي عم بياخد الويكلي دوز، الويكلي دوز معه فقط 24 ساعة بعديها خلاص ما بيقدر ياخدها، يعني هو متعود ياخدها كل يوم جمعة، يجولي بنحكي لهم اختاروا يوم مميز عشان يلتزموا بأخذ الجرعة وما ينسوها، هم بيختاروا ويك اند، يعني يا بيختاروا جمعة أو سبت أو ممكن في بعض الناس تختار أحد اللي هو بداية يوم دوام أسبوع دوام. فإذا نسيها مثلا كان متعود الجمعة معه للسبت ياخدها، أخذها السبت خلاص سكيب ذا دوز وبياخدها الجمعة الجاي. إذا كان بده ياخد جرعة، جرعته بتكون a monthly dose معه 7 أيام. أوكي، 7 أيام يقدر ياخد فيها حبة الدواء، إذا مرق 7 أيام وما أخذها خلاص skip the dose بياخد الجرعة الشهر الجاي. هذول هم الـ counseling tips regarding the bisphosphonate. كل التفاصيل اللي حكناها موجودين قدامكم. هلأ في عندي another agent اللي هو denosumab والرالكسفين والكالسيتونين اللي هم يعتبروا أنتي ريزورتيف، موجودين عندكم الجرعاتهم لهدول التريتمنت أوبشنز. وآخر دواء اللي هو التريبيريتايد. أوكي، في أي سؤال قبل ما نفوت بالكيس؟ معمول شير للكيس قدامكم مبينة؟ yes or no؟
باينة دكتورة. طبعا نطلع risk factors, symptoms, إذا كانت موجودة, sign, clinical findings, نشوف الكرياتينين clearance عند هاي المريضة, وبعدين بدنا نعالج accordingly. عندي female patient, Caucasian woman, عمرها 65 سنة, أجت على الكلينيك, family medicine clinic, عم تحكي إنه I'm anxious to get the results of my DXA scan. My mother is still undergoing rehabilitation in the nursing home after her hip fracture 3 weeks ago. Tom, I have heard osteoporosis can run in families and I don't want to experience what she is going through. يعني هاي المريضة هي typical case للناس, للوضع اللي موجود بين المجتمع, إنه بس توقع الفاس بالرأس ببلشوا يدوروا إنه أنا عندي أو ما عندي, ما بيعملوا وقاية أو prevention يعني. أوكي, فهي عاملة central dexa جاي تشوف نتيجتها على أمل إنه ما عندها osteoporosis. This patient has COPD, hypothyroidism, GERD. She presents to the family medicine clinic for her yearly physical and to discuss the results of her recent labs and DXA scan. In an effort to become more active, she recently started walking around her neighborhood every day, but has to stop after 15 minutes because she is out of breath. طبعا لا ننسى انه هي مريضة COPD. She admits that she has a hard time remembering to take her medications faithfully. She states that she uses her Compubent inhaler approximately twice a day and takes her medicines most of the time. The history of present illness أعطاني معلومتين غير إن هي جاية تأخذ النتائج الدقيقة. في عندي معلومتين قدرت أعرفهم من the history of present illness اللي هم أول واحدة مين بيعرف؟ إنه هي بتأخذ دواء للسي أو بي دي وهو دواء غلط تمام مدال وايز دولي. أوكي. وإنها ما بتلتزمش بدواءها كمان, لازم تأخذ. عندها مشكلة أدهيرنس. يس. عندها مشكلة أدهيرنس. هي قالت لي she has a hard time remembering to take her medications faithfully. أوكي. هاي أول نقطة اللي هي موضوع الأدهيرنس to medication. بلاس إنه في عندها shortness of breath وهي مريضة COPD, فأنا بتخيل إنه level of control of COPD مش مزبوط 100%. نكمل بعدين نعمل evaluation لل care plan لمريضتنا. هلا مريضتي زي ما ذكروا لي عندها hypothyroidism, COPD but without any exacerbation which is good. عندها breast cancer history على عمر 45 with mastectomy, استئصال عملولها. She is menopause على عمر 51 سنة, وعندها برضو مرض الجر. إذا بدنا نشوف الفاميلي هيستوري من الباترنال سايد, في عندها هايبرتنشن. الماترنال هيستوري بوزيتيف فور ستروك اند فاسكولار ديس اوردر, وصار لها امها 3 اسابيع عندها هيب فراكتشر. إذا بدنا نشوف السوشيال هيستوري, شي از مريض ومدخنة, بتدخن 1 باك بير داي, والدرينك عندها اوكيجنالي يعني نوت اكسسيف. ان جنرال لما سألناها طلع عندها فاجينال دراينس, وهذا شيء يعني نورمال فايندينج بالبوست منوبوزال فيميلز. المريضة حكت إنه هي ملاحظة في shortening in her height بمقدار 2 inches عن طولها اللي هي متعود دائما تقيسه. ومريضتنا report shortness of breath with exercise بعد 15 دقيقة زي ما قلت لنا بالhistory of present illness بيصير في عندها الدسنية. But she denies headache, chest pain, GI pain or heart burn. معناته level of control over الجرد منيح by using الOmeprazole. هلا بين معنى اوميبريزول. هلا المديكيشنز اللي عم تاخذهم موصوف لها
combination of ibratropium with albuterol one inhalation four times daily. مريضتي عم تاخذ اوميبرازول صار لها سنه long term use of PPI ومريضتي صار لها 5 سنوات من لما شخصت بهايبوثايرويدزم عم تاخذ السنترويد 75 mcg orally once daily. بالنسبه ل الالرجي ما عندها الرجي نو نون دراج الرجي. بالنسبه للفيزيكال اكزامينيشن she is well developed well nourished caucasian woman and no acute distress well developed well nourished caucasian woman and no acute distress. ال vital signs لما قاسوا لها الضغط اول ما فاتت عليهم طلع 158/96 ورجعوا عادوا لها اياه طلع 133/88. طبعا هي anxious وهي حكت I'm anxious about my Dixa results فممكن او متوقع يكون البلد بريشر عندها مرتفع especially انها كانت متحركة لما اجتنا ويمكن ما ريحوها او الى اخره فهاي الفايندينج اكيد ما رح ناخدها في عين الاعتبار for hypertension diagnosis. البالس والرسبيراتوري ريت والتمبريتشر كلهم نورمال وزنها 53.5 وطولها 5 feet 3 inches تقريبا 1.60 مبينة انه وزنها طبيعي البادي ماس اندكس يعني. من شهر برضو الفيتال ساينز ريكورد موجود عندي برضو ما في اي اختلاف عن ريبورت اليوم كله برضو طبيعي بس فحصولها السيستم باي سيستم ما لقوا عندها اي ابنورماليتي ما عدا مشاكل بالعيون بدها ميديكال ريفيرال تو اوفثالمولوجيست عشان يعرف السبب ويعطيها الدياجنوسيس المضبوط او الاكيوريت 100% بس عندها ديكريز ان بريث ساوند بايليترالي وهذا اشي متوقع اني انا الاقيه ليش ليه متوقع سبب السي او في دي يس هي اوريدي حكت لي انه عندها ديسنيا شورتنس اوف بريث فمتوقع اني الاقي انه في عندها abnormal finding upon auscultation وموجود decrease in breath sounds. باقي الفيزيكال examination كان طبيعي بما فيهم الكارديوفاسكولار سيستم يعني كونها كبيرة ممكن مرات انه نحن نهتم فيه. اللاب داتا نطلع عليهم تخيل هلا صرتوا expert باللاب داتا normal value هذا اللاب رقم 19 اذا كنا نشوف ثيرابي نجمع 1 مع 2 هذا اللاب رقم 19 تقريبا the same values دائما نذكرهم نذكر النورمال ones. طلعوا على الصوديوم والبوتاسيوم والكلورايد فيهم اي abnormality لا طبيعي طبيعي CO2 كمان طبيعي البيو ان والسيرم كرياتينين بيقان 18 كمان طبيعي الجلوكوز 97 هي not the impatient برضو طبيعي الكالسيوم 9.1 هاي ما أتوقع تكونوا متذكرينها هي لازم تكون من 8.9 ل10.2 أتوقع فهي normal TSH كمان طبيعيا عم تاخد الدواء والدواء is effective الAST والALT كمان طبيعيين واحنا قلنا اصلا اللاب داتا تقريبا ما لها فاليو بالدياجنوستس الاوستيوبروسيس على وين رح نتطلع رح نتطلع على نتائج الدكسل اللي عملوا لها اياها باللامبر سباين التي سكور كان سالب 3.2 وبالرايت فيمورال نيك طلع عندها التي سكور سالب 2.8 لما عملوا لها الاكس راي لفور ذا سباين طلع عندها كومبريشن فراكتشر اون ال 3 باللامبر سباين تمام فالتي سكور باللامبر سباين طلع عندها سالب 3.2 وعندها فراكتشر ب كومبريشن فراكتشر اون ال 3 مريضتي عندها التي سكور بالرايت فيمورال نيك سالب 2.8
another information or additional information, أعطونا الكات نمبر طلع عندها 12. The final assessment, our patient has severe osteoporosis that require acute initiation of treatment. عندها hypothyroidism وعندها COPD. هل مريضتي عندها symptom of osteoporosis؟ عندها yes or no؟ ممكن انه لاحظت قصر بالقامة 2 انش نعتبرها symptom؟ لا symptom يعني شكوى، هي تعتبر sign. تمام؟ shortening بالهيت يعتبر sign not symptom. اوكي فما في عندها symptoms ويجوري الاوستيوبروسيس هو يعتبر asymptomatic. طيب شو هم الكلينيكال فايندينجز او الساينز اوف اوستيوبروسيس؟ هون هلا بدنا نحكي عن ريدكشن ان هايت تقريبا 2 انشز. اوكي فالكلينيكال فايندينجز اللي موجوده عند مريضتي اللي لها علاقه بالاوستيوبروسيس مين بيعرفهم؟ مين يطلع لي اياهم؟ اول اشي عندها تي سكور اللي هي سالب 3.2. اوكي وفي عندها فراكتشر بال L3 مزبوط والكات 12 كات لسي او بي دي. شو دخلوا بالاوستيوبروسيس؟ اوكي خربطت ثواني. اوكي و طيب. لا التانيين هذولاك الريسك فاكتور كنت احكيهم بس ما لهم علاقه. طيب هلا زي ما قالت زميلتكم التي سكور عندها اياها بالسباين سالب 3.2 وبالرايت فيميرال نيك سالب 2.8 اثنيناتهم اقل من سالب 2.5 فهي ماتش مع الكرايتيريا اوف اوستيوبروسيس. برضه على الاكس راي بين انه في عندها كومبريشن فراكتشر فاصلا هي مريضتي عندها فراكتشر. اوكي انا حسبت لها الفراكس سكور عشان افرجيكم يعني حتى لو مريضتنا طلع عندها تي سكور اوستيوبينيا وما كان عندها compression fracture لما حسبت لها الفراكس سكور طلع عندها ريسك خلال 10 سنوات تصير عندها هيب فراكتشر تقريبا 11% و other major osteoporotic fracture طلع عندها 38%. فهي حتى لو ما كان عندها fracture وما كان عندها osteoporosis مريض وكانت osteopenia for example risk for a fracture خلال 10 سنوات كتير عالي لدرجة انه اكيد بدها تاخد treatment for the osteopenia اللي موجودة عندها. فالclinical finding مكتوبين عندكم نتائج T-score والX-ray والFlex score والreduction in height دول هم الأشياء اللي لهم علاقة. ما جابوا لي سيرة إنه عندها kyphosis أو lordosis ممكن ما يكون عندها بس هو يجوا لي reduction in height لها علاقة بالkyphosis. طيب هلأ بالنسبة للrisk factor عند مريضتنا أول ريسك فاكتور عمرها 65 سنة وإيش كمان؟ أمها كانت مريضة برضو بأوستيوبروسيس. يس أمها عندها هيب فراكتشر مزبوط كمان فيميل. يس فيميل بي بي آي الأمبرازول. يس عم تاخد البي بي آي الأمبرازول صار لها سنة واللونج تيرم يوز أوف بروتون بامب إنهبيتر يعتبر من ريسك فاكتور للأوستيوبروسيس. نعم امتصاص الكالسيوم والمينرالز. اوكي بي بي اي يس يس كمان والسي او بي دي. يس السي او بي دي يعتبر من السكندري كوزز فور الاوستيوبروسيس. اوكي وغيره شي از وات سموكر. تمام شي از سموكر فهدول هم الريسك فاكتور for the osteoporosis in my patient. طبعا في عندي اكثر من risk factor موجودين وذكرناهم ببدايه الشرح. طيب خلينا نعمل evaluation لادويتها. مريضتي عم تاخذ كامبيفنت ريزبيميت اللي هو عباره عن combination ما بين albuterol والابراتروبيوم. شو رايكم بالسلكشن لهذا الدواء to treat COPD
أول إشي هي بأي جروب؟ كات نمبر 12. كات 12 كات نمبر بي. يس هي يس هو الكات نمبر عندها 12 فهي معناته يا بي يا دي. ما عندها ولا اي اكسربيشن هيستوري معناته هي بي. فالمفروض ايش تاخد؟ لاما او لابا. يس لونج اكتنج برونكودايليتر. عندي تو اوبشن يا لاما يا لابا. وهي عم تاخد the combination of short acting one on schedule basis. فهذا ال هاي طريقة كتير خطأ. فالدرج as a drug of choice لا أكيد هو not a drug of choice. وأكيد the dose is not appropriate كونه the medication is not a drug of choice. بالنسبة لل efficacy هو ما كان effective لأنه still مريضتي عندها symptoms. بالنسبة لل safety هو يعتبر safe. إذا بدنا نشوف الأوميبريزول اللي هو drug of choice رح أعتبره drug of choice. أنا ما عندي داتا عن severity of GERD لدرجة إنه خلتها تأخذ الأوميبريزول بس رح أتوقع أو يعني رح أعمل assumption إنه الدرج مزبوط. فا as a drug of choice هو a drug of choice with dose is appropriate. yes أكيد. بالنسبة للإفكاسي ما عندي symptoms فمزبوطة الإفكاسي. بالنسبة للسيفتي ما رح أعتبره safe لأنه هو يعتبر من risk factor أكيد للأوستيوبروسيس. السنترويد ما فيه أي مشاكل حتى ليفل التي اس اتش عندها يا طبيعي. طيب شو عندنا تي ار بيز؟ في عندنا نون ادهيرنس. يس نون ادهيرنس. في عندها غيره؟ عندها مشكلة افكاسي بالسي او بي دي. والاوستوبيروسيس انترياتيك. أكيد الأوستيبروسيس هو لازم تبلشوا فيه أول إشي لأنه موضوعنا. الأوستيبروسيس هو untreated condition لأن هي ما عم تاخد أدوية. COPD كونها عم تاخد دواء بس هاي الأدوية is not effective مش first line option فرح تعتبر مشكلة efficacy. بلس إنها مريضتي عندي عندها مشكلة adherence للتريتمنت وعندها مشكلة باستخدام الأوميبريزول هو يعتبر unsafe medication بالنسبة لإلها. That may lead to adverse drug reaction اللي هو osteoporosis disease بيحتاج لmonitoring. فهو safety issue بحيث إنه the patient is at high risk for developing adverse drug reaction. He already عنده osteoporosis and need monitoring or a prophylaxis أو a treatment لا side effect اللي صايرة عندها بسبب استخدام الامبريزول. يعني هاي ال TRB مميزة ما مرقت معنا ولا بأي كيس من قبل سواء بثيرابي 1 أو ثيرابي 2. بالنسبة لنان أدهيرن ذكرناها عندها مشكلة نان أدهيرن يس ولايف ستايل أكيد نعمل لها كونسلينج عليه. هلأ أنا هون طلبت إنه بدي أطلب فحص الفيتامين دي لسببين. أول إشي لأنه كمان عندي موضوع الديفشنسي والإنسفشنسي بفيتامين دي. للسبب الثاني إن هي الدرلي والكرياتينين كليرانس كان عندها يا 42 ومتوقع جدا يكون في عندها مشكلة بالسيرم ليفل لفيتامين دي فلازم أتأكد إنه ما عندها مشاكل بهذا الليفل قبل ما أعطيها الجرعة المناسبة من الفيتامين دي. طيب كيف نعالجها؟ كيف العلاج لازم يكون؟ رح نعطيها بيسفوسفونات أول إشي من الفيرست تشويس اللي هم ريزندرونات أو الألندرونات أو الزيلدرونيك أسيد. مظبوط مظبوط. ولازم نعطيها كالسيوم وفيتامين دي أساسي. هذا إشي أساسي أكيد صح. والفيزيكال أكتيفيتي ونوع الفيزيكال أكتيفيتي اللي تعملها والسموكينج إنها توقفه. يعني النون فارماكولوجيكال ثيرابي تيبس برضو لازم نحكي لها عنهم وتلتزم فيهم. هلا انا اخترت قدامكم هون اخترت الريزدرونيت. فيكم تختاروا الالندرونيت او الزيلدرونيك اسيد. اخترت الريزدرونيت اول إشي لانه اورال واللي كثير بيركز معي باللابات بيعرف قد ايه انا بحب اختار إشي يكون less invasive. يعني انا كان بامكاني اختار الزيلدرونيك اسيد كونها مريضه جيرد
اوكي بس هو كونه parenteral والليفل اوف كنترول اوفر ذا جيرد منيح ممتاز ما عندها اي سيمتوم فاخترت الاورال روت اوف ادمنستريشن وفي منه جرعه مونثلي فالريسك اوف سايد افكت رح بيكون اقل والادهيرنس بتوقع يكون احسن الالندرونات في منه يوميه جرعات يوميه وفي منه جرعات اسبوعيه فانا فضلت اختار الايجنت اللي بيكون جرعته شهريه تمام بس عشان مشكله الجلد الموجوده عند مريضتي عشان احسن من الادهيرنس فالريزدرونات 150 ملي جرام اورالي every month بلس الكالسيوم سبليمنت بلس فيتامين دي انا الكالسيوم سبليمنت اللي اخترتها از اسولت اللي هي كالسيوم سايتريت مع انه اشهر انواع الكالسيوم سبليمنت اللي هو الكالسيوم كاربونيت ليش في عداوه بيني وبين الكربونات لانها هي بتاخذ بي بي اي راح تاثر على الاسيديت تبع المعده اذا اخذنا الكربونات صح اكيد بياثر على الابزوربشن للكالسيوم كاربونيت كونه هايلي ديبندنت على الجي اي تي اسيديتي فمريضتي بدها تاخذ ريزيدرونات مثلا اذا بدنا نمشي على الكير بلان اللي انا اعطيتها اياها راح يزيد عندي ريسك اوف جيرد وهي اوريدي مريضتي عندها جيرد فما بقدر اني انا اوقف الاوميبرازول فعشان هيك لازم اختار نوع الكالسيوم سولت يكون مناسب ويكون الابزوربشن له منيح اللي هو الكالسيوم سايتريت الديلي ريكويرمنت 1200 ملي جرام منه يفضل انه الدفجن للكالسيوم سايتريت يكون على 2 دوزز تمام كل جرعه تكون 600 ملي جرام اليمنتال كالسيوم الفكره من الدفجن بهاي الطريقه عشان احسن من الابزوربشن للالمنتال كالسيوم لانه بكل مره عم ناخذ فيها كالسيوم الابزوربشن اوف كالسيوم ما بيتجاوز ال 40 60% بالكثير فاذا اعطيت 1200 مره واحده بس رح يصير في عندي ابزوربشن بنسبه خلينا نحكي 40% اما اذا اعطيت الصبح 600 والمساء اخذت رجعت اخذت 600 فهون رح تاخذ 40% ومن جرعه المساء رح تاخذ برضه 40% فبالتالي رح يكون الكميه الابزوربشن اوف اليمنتال كالسيوم اعلى واحسن اوكي هلا بالنسبه للفيتامين دي انا يعني عملت اسامبشن انها هي نورمال ليفل عندها طبعا مستبعد فاعطيتها 800 انترناشونال يونت من النقاط اللي جدا مهمه بالكير بلان اللي هي الفريكوانسي اوف مونيتورينج هلا مريضتنا بعد سنه ممكن تيجي تعمل سنترال ديكسا فور فولو اب اباوت المينرالايزيشن البون mineralization regarding COPD هي كان عندها مشكلة efficacy non adherence وقفنا لها أكيد الإبراتروبيوم in combination with albuterol وبلشنا لها تيوتروبيوم one inhalation acute 24 hours اللي هو لاما وأكيد لازم أعطيها albuterol short acting ones PRN لما تيجيها الدسنية أو before الexercise بشرط ما تتجاوز الالبيترول 12 باف اوكي هلا هون حطيت لكم بالكومنت انه وي كان يوز لابا لانه هي جروب بي لو كانت جروب سي مانداتوري بس بقدر اعطيها اللاما بس انا ما بقدر اعطيها لابا بس الفريكوانسي اوف ادمنستريشن على الاغلب بالبريبريشنز اللي موجوده بتكون كيو 12 اورز مرتين باليوم نقطه كثير مهمه برضو اذكركم فيها او اعمل عليها هايلايت لكم انه التايتروبيوم رح يكون الديفايس هاندي هيلر وهي ماشي على ميتر دوز انهيلر فرح يكون في عندها فرق بالادمنستريشن يعني ميثود اوف ادمنستريشن او استخدام الانسترومنت فهاي بدها برضه كونسلتيشن وكونسلنج عشان نعمل اوبتمايزيشن للادهيرنس وماكسمايزيشن للافيكاسي وبرضو آخر معلومة أذكركم فيها ومرقت معنا بلاب COPD إنه changes على level of control للCOPD بده تقريبا شهر فبعد بشهر بتيجي عشان نشوف لها level of control over COPD في أي سؤال؟ Any question؟ باقي لنا الاوستيوارثرايتس
إن شاء الله الأسبوع القادم نكون هيك خلصنا لاب 2.